من واجباتك تجاه نفسك هو حرصك على حماية الحماس اللي جواك عشان تقدر تحقق بهذا الحماس أي خطوة بدأت فيها. لأن كتير مننا بيبدأ الرحلة، رحلة دراسة معينة أو مستهدف صحي زي أنه يخس مثلاً أو يقلع عن عادة سيئة أو أنه يثبت على عبادة زي قيام الليل ولو حتى مرة في الأسبوع أو الشهر. البعض بيكمل الطريق اللي بدأه وهو محافظ على طاقته وحماسه وهمته، والبعض بيتوقف يبدأ يسوف ويلقي الأعذار على الظروف أو البيئة المحيطة. وإحنا في حاجتين استخلصناهم من سنة سيدنا رسول الله، حاجات كان بيعملها مع أصحابه حتى يبقي حياة الحماس داخل قلوبهم. رقم واحد، سيدنا رسول الله كان بيعلمهم. أي حد عايز يعمل حاجة كان النبي بيديله العلم الكافي علشان العلم بينور الطريق. لأنك لو أنت ماشي في أي طريق وكل شوية تتخبط وتقع، ده يفقدك الحماس ويملاك بالمخاوف أنك مش قادر تكمل. لكن العلم بيفهمك تمشي ازاي، فلما تقل اخطائك يزيد حماسك. يعني مثلا سيدنا رسول الله علم الصحابه مداخل الشيطان على النفس علشان تفهم اسلحته، فتقل اخطائك بسبب شيطانك فلا تفقد حماسك في السير الى الله. رقم اتنين، علمهم مثلا ثواب صلاه الجماعه عشان يدركوا حجم الخير اللي هيفوتهم لو كسلوا عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعرفوا الصف الأول ثوابه عامل إزاي يعملوا عليه قرعة من كتر ما هيكون فيه إقبال. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، إنه يروح بدري. ولو يعلمون ما في العتمة، صلاة العشاء والصبح الفجر يعني، لأتوهما ولو حبوا. وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن علم الشخص اللي عايز يكون سبب في هداية الناس إنه يذكر ولا يعاتب. فيقول ربنا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، عشان الناس ما تنفرش منك من كتر العتاب فتفقد حماسك في الدعوة إلى الخير. ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلم الراجل طبع الست إزاي تديك عينيها لو أنت كنت حنين عليها. فيقول مثلا: لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها بليل. من الإنسان لما ما يفهمش طبيعة المرأة يزداد الخناقات اللي ما بينهم فيفقد حماسه في إرضائها. ويعلم الست طبع الراجل إزاي يديك يعني لو قدرتي وقدرت تعبه. فمثلا يحذر الستات من كفران العشير، عدم تقدير تعب الزوج، لأن الأخطاء المتكررة بسبب الجهل بطبيعة الآخر بتفقد الشريكين الحماس في الحفاظ على البيت. يبقى لإبقاء الحماس حياً، رقم واحد تعلم أساسيات أي حاجة نفسك تحققها. رقم اتنين، سيدنا رسول الله ربط لهم الأعمال الصالحة بمعاني أكبر عشان يتحمسوا ليها. فقال مثلاً لطالب العلم اللي بيذاكر علم شرعي أو علم حياتي في المدرسة أو الكلية، قال لهم: دي مش مجرد علوم بتقرأها علشان مرتب هتاخده. ده قال له: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: فضل العالم على العابد كفضلي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فنقل الإنسان لمعنى أكبر بكتير هو بيتعلم. وسيدنا رسول الله قال للشخص اللي بيذكر ربنا: انت مش بس هتاخد حسنات كتيرة، ده انت في اللحظة اللي بتذكر فيها ربك في نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ويقول لصاحب الصدقة: انت هتاخد ثواب بس في حاجة تانية، ده ربنا اللي هيقبلها منك بإيديه، إن الله يقبلها بيمينه، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فخلى الصالحين يتحمسوا للصدقة فيعطروا الأموال لأنها تسقط في يد الله أولا. أنت كمان اعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واربط كل أعمالك الصالحة بمعاني أكبر في الدنيا والآخرة. وافتكر أو افتكري وانت بتسامح اللي غلط في حقك ان دي مش بس جدعانة وشخصية جميلة، ده انت كمان ربنا هيعفو عنك بعفوك عن من ظلمك، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حتى كلمة السلام عليكم أو صباح الخير بابتسامة جميلة، ده شيء في منتهى الذوق والإتيكيت والأدب، لكن ليه معنى أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يبقى علشان تبقي حماسك حي اتعلم أساسيات ما تريد، ثم اربطه دايما بمعاني أكبر. فاللهم عافنا
واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا وشرار خلقك سلمنا.